كثيرة هي المحاولات التي قامت بها الميليشيا الانقلابية للسيطرة على جبل هيلان الذي تستند عليه محافظة مأرب من الجهة الغربية. آخر هذه المحاولات انكسرت في محيط هذا الجبل بعد أن أحبط الجيش هجوما شنته مجموعة من عناصر الميليشيا إثر تسللها باتجاه مواقع الجيش. وبحسب قائد الجبهة العقيد محمد الحليسي فإن قوات الجيش تصدت لهجوم الميليشيا على بعض المواقع في مناطق هيلان والمشجح وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد. واليوم هذا حاول العدو التسلل في جبهة هيلان والمشجح، ولكن أبطالنا في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لقنوه دروس، وها هو الآن يعني يسحب أشلاءه وعاد منهزما. المعارك التي استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الميليشيا وسقوط 5 قتلى من عناصر الجيش والمقاومة. من جبهة هيلان والمشجح إلى جبهة صرواح تنتقل قوات الجيش الوطني والمقاومة من وضعية الدفاع وصد الهجوم إلى وضعية الهجوم ذاته، حيث شنت قوات الجيش قصفا مدفعيا بشكل مكثف على عدة مواقع تتمركز فيها مجموعة من عناصر ميليشيا الانقلاب ليسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفها.